زيد جوج 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 شوية شوية يعني شوية زيد يا كنقول لك ما تجيش للمدرسة حفيظ سير سير لبس في رجليك على اجي اجي هنا ما جيت بجيب بوك اسكت علي جلوس اليوم علي قول اهلا 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 بالابطال على السلامه صفقوا عليهم ايوا رجعت تعطيلا صلاه طاحت لي 4 دريه وبقيت نقلب عليها ايوا لقيتيها دوز جلس وانت نعم بس انا بقيت عازف عليها صمت فين درتي هاد 4 ديال راه معاك كندوي سير لبس في رجليك عاد اجي اجي ما تجي حتى تجيب باك اش قلت ما نجيت تنجيب باك يلا جلوس من يذكر لي فيكم السلطات الثلاث يلا من ضي انت السلطه وانت التشريعيه التشريعيه قلنا بغيت حاجه انت التنفيذيه التنفيذيه ثم القضائيه قولوا لي ثلاثه السلطة هي يا ولدي فيك 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 قولي انت السلطة 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 قولوا لي انت كاملين السلطة الثلاث هي التشريعية والقضائية والتنفيذية والتنفيذية اذا السلطة الثلاث هي التشريعية حسن جدا السلطة هي الاولى التشريعية السلطة التشريعية ثم القضائية دخل انا بو هاد الدري بغيتيني نعمف جلوس
هادي غتشري بها صباط لولدك باش يبدا يجي للمدرسة. وولدي نجحت. ايوا الصمت هاك. هاك شري لولدك صباط باش يبدا يجي للمدرسة وشري لك حتى انت صباط. علي بغيتيني نعمس. جلوس. اش غدير؟ اعطي لصاحبك 1000 ريال وانت خذ 1000 ريال. يعطيني؟ صمت. ايوا اسيدي هذا الراجل راه ما فيه ثقه. ما فيه ثقه؟ علاش عمري ديت ليه؟ اسيدنا 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 على سيدي الحاج كامل الله يرحمه اللي عطانا 300 ريال وانت غمرتيني فيها. ياك عدتك القلب ديال الخطه. اسيدنا اسيدنا ودار قسمي راه دوك فلوس. تبعك Thank you.